يخسر تغني يعني جرال فينك عبد الله الوندي؟ لا طب اطلع النت بالبيفال عبد الله يعني قبل ما تروح انت ما بتحس يا اردن كلك اه جيشنا بس جيشنا جيشنا جنن شو هاد؟ كيف؟ حلو كثير ضحكت؟ ايه كثير ضحكت دي عليت لكم يا صبرت لكم يا عيشوا بالله انت ليش غيرت حبيبي انا بحب الاردن كثير والله ما بفهم كيف ملزق شو بس حلوة صح؟ حلوة؟ حلوة طلعت الفكرة شوف أنا اكتشفت شغلة عن الأردنية أنا لما شفت قوايدر كان أول شيء هون يقعد إنه دائما يغني يا أردن يا غالي يا عبد الله يعونك إنه ليه كتير هيك عرفت كيف إنه كتير تغني بالأردن لا هن عندهم بالأردن كتير بيغنوا أغاني وطنية كتير معلمين ببلدهم يعني عن جد عندهم إياها هاي طبيعي إنه هاي هيدا أسهم ليش أنا ليش بعمله هذا كل الأردنية هيك طلعوا تعجبينا بالأردن مش انا هون هيك تشفيده بالاردن اكثر بالسياره مثلا من بطلع وين ما بيكونوا في اغاني وطنيه للاردن وين بنروح وين بنروح وين بنروح وين ما نيجي كافيه قاعدين ما يحطوش اغنيه وطنيه بنقلب الدنيا